بالنسبة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو أحد الاضطرابات النمائية، فهو يظهر في المراحل الأولى من عمر الإنسان. نتكلم على المراحل ما قبل الدراسة، يظهر بشكل واضح. مظاهر الاضطراب والتي تتمثل بالاندفاعية والحركة، مع الوقت تبدأ تقل تدريجيا، فتقل الحركة، تقل الاندفاعية المرتبطة بالحركات، ولكن قد تبقى الاندفاعية المتعلقة بالقرارات. من الأعراض التي تستمر فترة أطول هو التشتت، والذي ممكن أنه يؤثر على مناحي الحياة، في اتخاذ القرارات، في العلاقات، في ترتيب وتنظيم الأمور. عادة نقسم المراحل كبدء للاضطراب، قد يستمر بوضوح في المراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة. يبدأ تحسن بعض المظاهر الحركية عند مرحلة المراهقة، تستمر الاندفاعية. كلما كبر الإنسان قد تخف الأعراض المرتبطة بالحركة، وتستمر الأعراض المرتبطة في اتخاذ القرارات في الحياة اليومية.